بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم حنبدأ في أول محاضرة في مقرر كيمياء غير عضوية 2، وهي تسمية الكوردينيشن كومباوند أو تسمية المعقدات. طبعا الخطوات هذين حكينا عليهم في المحاضرة السابقة، لكن توا حنديروا عليهم مراجعة سريعة. قلنا لما بنسمي الكومبلكس أو الكوردينيشن كومباوند، أول حاجة بنسميها اللي هو الكاتاين، سواء كان الكاتاين اللي عندي الشحنة متاعها موجبة أو كانت الشحنة متاعها سالبة. ثاني حاجة نسموها اللي هو الليجاند. لما بنجي نسمي الليجاند قلنا لابد اننا نراعي الابجدية، بمعنى اننا يقعد عندي نوعين من الليجاند، واحد يبدا بالحرف الـ A وواحد بحرف الـ B. حنكتب اول واحد يبدا بالحرف الـ A بعدها بالحرف الـ B، وقلنا اذا كان في حالة تشابها عندي ليجندين وتشابها اول الحرفين فيهن حنشوف الحرف الثاني. اول واحد في الابجدية في الحرف الثاني هو اللي نسجله الاول، وقلنا الليجاند حيسجل قبل شنو؟ الذرة المركزية او السنترال اتوم. حاجة ثانية، طريقة تسمية الليجندات. عندي ثلاثة أنواع من الليجندات، قلنا أيونية ومتعادلة وكاتاين. قلنا أن الليجندات الأيونية جميعها تنتهي بحرف O. على سبيل المثال منو عندي؟ الكلورايد الشحنة متاعة ماينس 1، حنقر واحنا محولين الـ IDE وضيفين O. أما المتعادلة والكاتاين تكتب نفس ما هي، ما عدا في وحدات فيهن استثناء اللي هن منو عندي؟ H2O ولا أكوا. الـ H3 امينو، سي او اللي هو الكربونايل، والان او اللي هو النيترو سايد. طبعا قبل ما نكتب انا اسم المعقد او اسم الليجند ضروري ناخذ شنو الترقيم متاعه، والترقيم هنا هو مقصود به الكوردينيشن نمبر متاعه. اذا كان عندي او نبي نسجل انا الكوردينيشن نمبر، ضروري نقعد عارف شنو لما بنسجل الكوردينيشن نمبر، نقعد عارف نوع الليجند اللي عندي، هل هو ليجند عضوي او غير عضوي. في حاله ان انا الليجند عندي ليجند غير عضوي، تمام، وفي منه ذره واحده، تمام، شنو نكتبه؟ مونو، نكتبه مونو. واذا كان في منه شنو اثنين نكتبه داي، واذا كان في منه ثلاثه نكتبه تراي، واذا كان في منه اربعه نكتبه تترا، واذا كان في منه سته بنتا، وهكذا. اما اذا كان الليجند اللي عندي ليجند عضوي ولقينا الكوردينيشن نمبر متاعي 2، او في عندي ذرتين من الليجن نكتبه بس، واذا كان 3 نكتبه ترس، واذا كان 4 نكتبه تترا اكس، واذا كان 6 نكتبه بنتا اكس. بعد ما التسميه والتقييم نكتبه منو؟ الميتال ايون او الذره المركزيه. طبعا حكينا ان الميتال ايون ربما او يكون معتمد على منو؟ يكون معتمد على شحنه الكومبلكس. كيف يكون معتمد على شحنة الكومبلكس؟ قلنا إذا كان شحنة الكومبلكس عندي شحنة موجبة، الشحنة اللي على الكومبلكس شحنة موجبة، فإن الميتال يكتب كما هو في الجدول الدوري دون أي زيادة أو تغيير. أما في حالة كانت الشحنة متاع الكومبلكس شحنة سالبة، فإن الميتال أيون يضاف له مقطع الـ 8 ATE. بعد الميتال نكتب الأكسيديشن نمبر، وبعد الاكسيديشن نمبر نكتب الكاوتر ايون. شنو حكينا؟ قلنا ان الترقيم بتاع الليجند والليجند واسم الميتال والكوردينيشن نمبر لابد ان انا يكون شنو لصقاتي بعضهن، ما فيش اي مسافه. المسافه امتى نديرها؟ في حاله الكاوتر ايون او في حاله الكاتاين، وهذين حنحكوا عليهم في انواع الليجند اللي انا وضحت لكم في المحاضره السابقه. حنجو توا الأول نوع من أنواع الليجندات. أول نوع من أنواع الليجندات اللي هو يكون محتوي على ميتال، اللي هو الام ميتال، والان اللي هي الليجند، والان اللي هي الكوردينيشن نمبر، موجب ان هنا الشحنة متاع منو؟ متاع الكومبلكس. النوع هذا عنده نظام من التسمية أو عنده تسمية خاصة. كيف يتم تسميته النوع هذا؟ قلنا كيف نسموه نحن النوع هذا؟ قلنا أول حاجة نجو نكتبوها هي عبارة عن من؟ الترقيم او الكوردينيشن نمبر بتاع الليجند، بعدها نكتبه من عندنا؟ الليجند، تمام. طبعا الليجند اذا كان سالب ينتهي بالاو، واذا كان موجب او متعادل يبقى كما هو. بعدها نكتبه من قلنا؟ الذره المركزيه والميتال. بما ان الشحنه بتاع الكومبلكس عندي شحنه موجبه، معناها الذره المركزيه والميتال لا يتغير ويبقى كما هو في الجدول الدوري. حنجرب اول مثال عندي CuNH3 4 بلاس 2. أول حاجة نعرفوها أن نحن الشحنة بتاع شنو؟ بتاع الكومبلكس اللي عندي شحنة موجبة، معناها بنتعامل معاه بالنظام اللي يكون فيه شحنة الكومبلكس شحنة موجبة. أول حاجة نبغى نسمو منو عندنا؟ الليجن. قبل ما نسمو الليجن شنو نكتبو؟ الترقيم بتاعه أو الكوردينيشن نمبر بتاعه. نلاحظوا نحن عندنا الكوردينيشن نمبر كم هنا؟ 4، تمام؟ 4
ممكن تكون يا تترا يا تترا اكس على حسب طبيعه منو الليجاند اذا كان عضوي او غير عضوي. نجوم نشوف الامونيا هنا، الامونيا متعارف عليها ان هي ليجاند غير عضوي، معناها شنو نكتبه؟ تترا، تترا من الليجاند هذا شنو اسمه؟ امينو، تمام. بعد الميثان من نكتبه؟ بعد الليجاند من نكتبه؟ الميثان. الميثان هنا هو شنو؟ الكبر. طبعا هنا الميثان يكتب كما هو في الجدول الدوري دون اي تغيير. شنو السبب؟ الشحنه عندي شحنه موجبه كبر. بعدها نكتب الاكسديشن نمبر، الاكسديشن نمبر موجب 2. كيف عرفناه موجب 2؟ ان الامينو او انش 3 الشحنه متاعها شنو؟ زيرو، معناه هذا كله بصفر، فيبدا الكبر كم؟ موجب 2. بعدها حنسيب مسافه بسيطه ونكتب شنو؟ كلمه ايون، تمام. حنجول للمثال الثاني، عندي فاناديوم مع الانش 3 4 واتش 2 او 2 والشحنه اللي فوق موجب 3. حنجول كيف نسموه الليجاند اللي عندي هذا؟ اول حاجه بنجو نسمو منو المعقد هذا كيف بنسموه؟ اول حاجه بنسمو منو الليجندات اللي عندي. عندي نوعين من الليجندات، واحد الكوردينيشن نمبر نتاعها 4 وواحد 2. 2 هذينا حنشوفوا من هو اول في الابجديه، هذا يبدا بحرف الاي وهذا يبدا بالحرف الاي، لكن بعد الاي شنو هذا؟ امين، اي ام، وهذا اكوا، اي كيو. من حنلقوه يجي اول في الترتيب؟ الام قبل منو الكيو، معناها نكتبوا منو الامين قبل. الامين كم الكوردينيشن نتاعها؟ الكوردينيشن نمبر نتاعها والرقم نتاعها 4، معناها شنو؟ والامين ليجاند غير عضوي، معناها نكتبو تترا، تترا امينو. بعدها عندي منو؟ اكوا. شنو هو ليجاند حتى هو غير عضوي؟ نكتبو داي اكوا. بعدها عندي منو؟ الميتال. الميتال هل يتغير او ما يتغيرش؟ نلقوه انه هو لا يتغير كما هو في جدول موجود في الجدول الدوري. شنو السبب؟ السبب ان انا شحنة المعقد عندي شحنة موجبة، حنكتبو شنو؟ فانيديوم. بعدها عندي الاكسديشن نمبر نتاع الفانيديوم او الذره المركزيه نلقاه موجب 3. كيف عرفناه موجب 3؟ ان انا عندي الامين الشحنه نتاعها زيرو وعندي الاكوا الشحنه نتاعها زيرو، معناها يقعد الفانيديوم موجب 3. ونسيبه مسافه ونكتبه كلمه ايون، تمام. عندي النوع الاخر هذا او المثال الاخر، عندي كوبالت مع 4 من الكربوناي وعندي 2 من من؟ من الاكوا، والشحنه انا عندي موجب 2. كيف نسميه؟ اول حاجه حنجي نسمي الليجند اللي عندي، حنشوفوا من هو اللي نسموه اول واحد. هنا عندي كربونايل يبدا بالسي، وهنا عندي الاكوا تبدا بالاي، حنلقوه في الابجديه الاي قبل من؟ قبل السي، معناه نكتبوا من؟ الليجند الاول هو اكوا. كم العدد نتاعه؟ 2. نكتبوا داي ولا بس؟ نلقوا روحنا كاتبين داي، شنو السبب؟ لان الليجند هذا ليجند غير عضوي، داي اكوا. بعدها عندي من نسمو الليجند الثاني؟ تترا. ليش؟ لانها 4، وتترا ليش قلنا؟ لان الكربونايل ليجند غير عضوي، تترا كربونايل، تمام. بعدها حنسمو منو؟ نسمو الميتال او الذره المركزيه. الميتال اللي هو الكوبالت حنسموه كيف ما هو ما نغيروش، ليش؟ لان الشحنه اللي عندي شحنه شنو؟ موجبه. كوبالت موجب 2 بعدها ايون. موجب 2 منين جت؟ هذا زيرو والكربونايل زيرو، معناها الشحنه نتاعها موجب 2. حنجول النوع هذا، تمام. اول حاجه عندنا نسميه اللي هو الليجاند، حنجول نبحثوا الكوردينيشن نمبر نتاعها كم؟ موجب. الكوردينيشن نمبر نتاعها كم؟ 2. والليجاند اللي هو فينايل، اللي هو شو المقصود به الاختصار هذا؟ اللي هو 1:10 فينايل ثرولين. لما بنجول نسموه حنكتبه بس بدال داي، ليش؟ لان 1:10 فينايل ثرولين يعتبر ليجاند عضوي، معناه لما نبقوا ليجاند عضوي او يقعد ليجاند عضوي نكتبه بس بدلا من من؟ من داي. بس 1:10 فينايل ثرولين. المثال من هو؟ طبعا نيكل. هل نغيره ولا يقعد نفس ما هو؟ حيقعد نفس ما هو، ليش؟ لان الشحنه عندي فوق موجب 3، نيكل، تمام. بعد عندي الاكسديشن نمبر نتاع النيكل، هنا 1:10 فينايل ثرولين الشحنه نتاعها زيرو، معناها حيبدا كم؟ النيكل موجب 3، ونكتبوا كلمة ايون. ونلاحظ ان كلنا هذينا اللي عند الاكسديشن نمبر لصقات في بعضهم، ما فيش اي مسافة بيناتهم، اي مسافة تعتبر تسمية خاطئة، تمام. عندي المثال الاخر اللي هو عبارة عن شنو؟ كبر اثنين دايامين 3 وموجب 2. هنا حنقولوا شنو؟ الاثنين دايامين يعتبر ليجاند عضوي، ليجاند عضوي، معناها شنو نكتبوا هنا؟ ترس بدلا من من؟ من التراي. ترس ايثيلين دايامين والمثل هو منو؟ كبر. هل نغيروه ولا نفس ما هو؟ نفس ما هو. شنو السبب؟ لان الشحنه انا عندي هنا موجب
اثنين، الشحنة أنا عندي موجب اثنين، الاثنين دا يمين الشحنة بتاعها زيرو، معناه الكبر حيبدأ كم؟ موجب اثنين، ونكتب في النهاية أيون. هذا بالنسبة لمن؟ هذا بالنسبة للنوع الأول. يعني النوع الأول شن قلنا؟ قلنا نكتب الذرة، نكتب الليجند، ونكتب العدد متاعها. كان الليجند عندي عضوي وفي منه ثلاثة على سبيل المثال، نكتب تراي، تمام؟ وبعدها نكتب المثل دون أي تغيير، دون أي تغيير، بعدها الأكسيديشن نمبر ونخلي مسافة ونكتب أيون. وبين الرقم الليجند أو الكوردينيشن نمبر واسم الليجند والمثل لا توجد مسافة، والأكسيديشن نمبر ما فيش بنات المسافة، المسافة نسيبها المان للأيون. قلنا إذا كان الليجند اللي عندي عضوي، إذا كان في منه على سبيل المثال نقوله ثلاثة، قلنا شن نكتبه؟ ترس، ما نكتبوش تراي. ونفس النظام السابق، إنك تكتب دون أي تغيير، يعني يقعد نفس ما هو، ما يحدث لاش أي تغيير، تمام؟ حنشوف.